السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشرح لكم عن طريقة تركيب شاشة بديل الرخام وبديل خشب مع البي في سي. طبعا هالشاشة كثير عصرية وجذابة، وخلينا نستمتع واحنا بنشاهد طريقة عمل هاي الشاشة الجميلة. ومتأكد انك مع قناة بيت الأحلام بتشاهد وبتستمتع. والآن بنواسط الواجهة بواسطة خيط العلام عشان نحط قاعدة الشاشة اللي هي أول خطوة بنعملها. طبعا احنا بنستخدم زاوية الحديد بالقياس اللي بدك اياه، يعني مثلا في عندك شاشة 42 50 60 قد ما تكون حجم الشاشة، انت بتواسط وبتزيدها على الأطراف يعني تقريبا 20 30 سنتي، تمام، بالعرض بحيث انها تكون مستطيلة تحاكي شكل الشاشة. طبعا ما ننسى انه احنا بعد ما نركب الشرشف اللي بدي يركب بعد الزاوية بدنا نترك مسافة 10 سنتي للإنارة المخفية عشان تعطيني افكت كثير حلو بعد ما تركب وتجهز الشاشة. طبعا بعد ما نركب الزوايا هنا بنركب شراشف 12 سنتي جبسن بورد، وبعدها مباشرة بنركب مادة الكلادينج أو بديل الخشب. طبعا إحنا هاي بدنا نعملها ميكس، إنه مثلا 5 حبات بديل الخشب، بعدين بنكملها بي بي سي، وبعدين بنركب رفوفها وبنكمل الخطوات اللي بعدها. طبعا مادة الكلادينج أو بديل الخشب بتركب بواسطة السيليكون، يعني بتقصها على القياس اللي انت بدك اياه، وبعدين من الخلف تعطيها سيليكون وبتمشي كل قطعة بتوكل اصبع. وبعد هيك بنركب شرحات البي بي سي عشان نكمل باقي الواجهة من مادة البي بي سي. طبعا البي بي سي منه خامات كثير، انا بنصح انك تجيب خامة قوية تستحمل الوقت والزمن، ويعني الاطفال تعرفوا مشاكلهم. طبعا القطعة البي بي سي تركب بواسطة الشكل. وهيك بنبلش نجمعها. طبعا بديل الرخام، بديل الخشب والبي بي سي بيركبوا مع بعض انثى وذكر. الفرق بين هاي وهاي انه هاي بسيليكون هاي شنكل. طبعا ما ننسى انه اخر قطعة بي بي سي بتكون واسطة الشنكل. وتمديدات الأسلاك أكيد بنمرقهم لأنه إحنا بدنا نشتغل نركب بروفايل ليد، فعشان هيك بنوزع الأسلاك فوق وتحت. طبعا هيك حطيت أنا هذول العلب بحيث إني أرفع الرف اللي جهزناه وقصقصناه عند النجار اللي هم الأدراج هذول، وبدنا نحط رف بعدين بنثبتهم بالحيطة قبل او بعد التركيب. يعني على كلتا الحالتين بيزبط. وهيك بنركب الرف. طبعا هذول الرفوف والادراج من الاسفل فيهم اضاءة بروفايل ليد. هيك بنكون تقريبا ركبنا الكمية الاكبر وثبتنا الادراج والرفوف بالجدار. وبعد هيك بنجيب لوح جبسن بورد وبنثبته على القاعدة اللي بدنا نعمل فيها إنارة مخفية. طبعا إذا لاحظتوا في الفيديو لو ترجعوا شوية بتلاقوا حاطين قطعة ركب بالوسط عشان تتراكتب تقدر تشيل، وأنا بعملهم دبل يعني 3 حبات ولكن بدبلهم بالزي. طبعا هيك بنقص الزيادات من اللوح عشان نركب عليهم من لوحة جبسن بورد للوح بديل الرخام. طبعا احنا جايبين لوح بديل الرخام ضد الخدش. الان شوفوا شو وهيك قصيناها. طبعا مثل هيك ألواح بديل الرخام طولها 280 ب
وعشرين. طبعا 280 122، لكن احنا نقول 280 120. ما ننسى انه من الخلف عشان الاناره المخفيه بنركب برضو زوايا وجبس بحيث انه يمسك معنا، وهيك بنلزقها بلزق ورق او اللزق الموجود عندك بحيث انه يثبت وما يصير عنده انزلاق او يسحب للاسفل. الفيديو كثير سهل وكثير ممتع كثير حلو، وهيك بنركب الزوايا حسب الرغبة عشان نعطي شكل بين الأبيض والبني، يعني يكون كل الموديل كامل ما في اشي شاذ، فبتطعم هاي بهاي انه بين الأبيض والبني. وهيك بنركب الشاشة بعد ما ركبنا القاعدة. شوفوا هالمنظر الجميل الرائع جدا. أنا سيف الكردي، بحب الإبداع وبحب المبدعين. طبعا صفحتكم بيت الأحلام للديكور موجودة على الفيس وعلى اليوتيوب وجديدة على الانستغرام. هيك بتمنى إني أفدكم، والله يعطيكم ألف عافية. سلام عليكم.